السلام عليكم ورحمة الله. أهلا. أتمنى تكونوا بخير جميعا. إن شاء الله الفيديو ده بإذن الله هيكون استكمالا للفيديو اللي فات. الفيديو اللي فات إحنا كنا خلصنا شريط واحد. هنبدأ بإذن الله إن شاء الله في الفيديو ده شريط اتنين. شريط اتنين طبعا هي نفس الشغل بالظبط بتاع conversion diverging duct، بس الفرق إن هنا في شريط اتنين هنتعامل مع وجود حاجة اسمها normal shock wave. خلينا كده يعني باختصار شديد نقول يعني ايه اللي بيحصل بالظبط في موضوع النورمال شوك ويف ده. لو انا جيت بصيت على الداكت بالشكل اللي قدامنا ده، تمام، نبص نلاقي داكت كونفرجنج دايفرجنج. لو دخل الفلو سابسونيك فلو حصل سونيك كونديشنز، وبعد كده بدأ الفلويد يقلب او الفلو بدأ يقلب سوبر سونيك، في احتمالية بشكل كبير يحصل نورمال شوك ويف از بير، او اللي هيتحكم في القصة دي بنسبة كبيرة هو الباك بريشر اللي موجود على الايه اللي موجود على الكونفرجنج دايفرجنج. بس خلينا نطلع بحاجه مهمه، انه النورمال شوك ويف طبعا هي بتتحدد في المساله هل في نورمال شوك ويف ولا لا. مش مطلوب منك تستنتج هل حصل نورمال شوك ويف ولا لا، بتبقى مذكوره في المساله صراحه. بس خلينا نبقى فاهمين بعض النقاط الرئيسيه. اول حاجه، حدوث النورمال شوك ويف يعني انه اللوكيشن اللي حصلت عنده النورمال شوك ويف ده كان الفلو سوبر سونيك. دي نقطة رقم واحد. نقطة رقم اتنين، وانس ان حصل نورمال شوك ويف انا بقى عندي في تو كيسز مختلفين عن بعض، قبل النورمال شوك ويف وبعد النورمال شوك ويف. قبل النورمال شوك ويف الفلو كان سوبر سونيك، دي نثبت المفهوم، يبقى الفلو سوبر سونيك قبل النورمال شوك ويف، لكن بعد النورمال شوك ويف الفلو بيبدا يتحول سب سونيك فلو. يبقى انا كده في نقطتين مهمين جدا اخد بالي منهم، ان انا النورمال شوك ويف معناها ان هي حصلت معناها انها حصلت في سوبر سونيك ريجن. طيب هل الفلو هيكمل سوبر سونيك؟ لا، الفلو هيقلب سب سونيك. دول نقطتين مهمين نبقى عارفينهم بخصوص النورمال شوك ويف. ايه تاني مهم نبقى عارفينه بالنسبه للنورمال شوك ويف؟ لازم نبقى واخدين بالنا لو رسمت مثلا داكت وورك بالشكل ده، كونفرجنج دايفرجنج داكت وورك، تمام، وهنا ده اللوكيشن اللي حصل فيه نورمال شوك ويف. من بدايه الداكت لحد النورمال شوك ويف التوتال بريشر ثابت. لو انا شغال ايزنتروبيك يبقى التوتال بريشر قيمه كونستنت. لو انا شغال ايه؟ لو انا شغال ايزنتروبيك، تمام، ده لو حصل ايه، لو حصل شوك ويف. طيب ما بعد الشوك ويف او في خلال الشوك ويف، من قبل بعد الشوك ويف التوتال بريشر بيتغير. التوتال بريشر ماله؟ بيقع، مش بيفضل ثابت زي ما هو. لكن وانس ان التوتال بريشر وقع، الايه الفلو بتاعك هيكمل بنفس التوتال بريشر، بس ناخد بالنا ان التوتال بريشر قبل الشوك ويف لا يساوي التوتال بريشر بعد الشوك ويف. لكن التوتال بريشر اللي قبل الشوك ويف ثابت في كل الاماكن، والتوتال بريشر اللي بعد الشوك ويف ثابت في كل الاماكن بعد الشوك ويف، لكن في خلال الشوك ويف التوتال بريشر بيختلف. دي معلومه مهمه جدا. المعلومه الثانيه، انه التوتال تمبرتشر كونستنت افري وير. طبعا انا بتكلم على البروسيس ايه، ايزنتروبيك. توتال تمبرتشر كونستنت افري وير في الدكت، يعني افري وير يعني التوتال كونديشن من اول الدكت لحد التوتال كونديشن، عم التوتال تمبرتشر في الثروت لحد التوتال تمبرتشر قبل وبعد واخر الدكت كلهم متساويين. ده معناها ايه؟ معناها انه التوتال تمبرتشر متساويه في حاله ان البروسيس بتاعتي اديابتيك. البروسيس من اول الدكت لحد اخر الدكت اديابتيك، حتى لو في نورمال شوك ويف. ده معناها ان النورمال شوك ويف هي اديابتيك بروسيس. طيب ليه ما ثبتناش الايه التوتال بريشر في خلال النورمال شوك ويف؟ لان النورمال شوك ويف بيحصل فيها فراكشن عالي جدا في الفلو، وبالتالي بيحصل تغير في التوتال بريشر. يبقى نطلع بمفهوم انه لو انا عندي ايزنتروبيك داكت، ايزنتروبيك داكت طالما ما حصلش نورمال شوك ويف يبقى كل الفلو قبل النورمال شوك ويف ايزنتروبيك. طيب حصل نورمال شوك ويف هيبقى ايزنتروبيك لحد النورمال شوك ويف، من قبل لحد بعد النورمال شوك ويف هيبقى اديابتيك، يعني تغير في التوتال بريشر لكن التوتال تمبرتشر ثابته، ومن بعد النورمال شوك ويف لحد الاخر هيكمل ايزنتروبيك عادي، يعني الضغط كله ايزنتروبيك ما عدا النقطتين اللي قبل وبعد الايه النورمال شوك ويف، العلاقه بينهم اديابتيك. دي بس كام حاجه كده حابين نتكلم فيهم في البدايه. طيب نقطه كمان مهمه جدا بالنسبه لنا، عايزين نتفرج على الداتا شيت عشان نبقى عارفين المعادلات اللي احنا محتاجينها في النورمال ايه شوك ويف. طبعا انتوا عارفين الداتا شيت المعادلات اللي في الاول دي خالص، اللي بتربط بين التوتال والستاتيك كونديشنز، دي ثابته معانا في اي مكان ما فيهاش مشكله. المعادلات بتاعت الاريا ريشيو دي برضه نفس الكلام. اهم حاجه ان الاريا اللي انا محتاج احسب عندها الماخ نمبر ابقى عارف الاريا دي فين، وانسبها لانهي اريا ستار. يعني ايه نسيبها لانهي اريا ستار؟ من الحاجات برضه اللي احنا
والنقاط الزيادة اللي احنا هنزودها على الايه، على القصة اللي احنا شرحناها من شوية دي. لو انا عندي نفس القصة، ادي converging diverging duct، اوكي، وعندي normal shock wave حصلت هنا في السوبرسونيك ريجن، الحتة دي بالنسبة لي يبقى اسمها ايه؟ هي دي بالنسبة لي اللي هي throat area. خلاص دي احنا عارفين الايه، الثروت اريا. بس الثروت اريا دي بالنسبه لي هي تمثل اريا ستار للفلو قبل ما يحصل له نورمال شوك ويف، يعني هي دي اللوكيشن اللي عنده الفلو يوصل لماخ نمبر واحد قبل ما يحصل له نورمال شوك ويف. طب هل لما يحصل نورمال شوك ويف الاريا دي تبقى يعني قيمتها ثابته؟ لا. يعني ايه قيمتها ثابته؟ يعني بعد ما الفلو يحصل له نورمال شوك ويف الاريا اللي محتاجها عشان يرجع يوصل ماخ نمبر واحد اختلفت عن الاريا دي، فبقى بعد النورمال شوك ويف في اريا تانية ممكن يحصل عندها ماخ نمبر واحد هنسميها اريا ستار 2. يبقى انا عندي كده نقطه مهمه جدا، قبل الشوك ويف اي نقطه هنا الاريا ستار بتاعتها هي الثروت اريا، بعد النورمال شوك ويف اي اريا عايز انسبها بنسبها الاريا ستار الجديده، وهي اصلا في مكان مش موجود في الدكت، يعني انت عندك الاريا بتكبر فما فيش هنا اللوكيشن اللي عنده اريا ستار 2. بس ده معناها انه لو انت احتجت ترجع تاني سونيك يبقى انت محتاج تغير الدكت عشان ترجع لاريا ستار 2، هي دي الاريا اللي عندها ممكن يوصل الفلو لماخ نمبر واحد. يبقى دي نقطه مهمه، فهرجع لداتا شيت عشان دي برضو مهمه جدا جدا في الايه، في الداتا شيت. تمام، انه لما اجي هنا واقول انه الاريا على الاريا ستار فانكشن في ماخ نمبر، انهي اريا ستار؟ اخد بالي لو انا بنسبها مع اريا قبل النورمال شوك ويف يبقى لازم انسبها للاريا بتاعتها اللي هي اريا ستار واحد اللي هي الثرو. طيب ان كيس ان انا عندي الاريا اللي عايزها بعد النورمال شوك ويف يبقى لازم انسبها لاريا ستار اللي للفلو بعد الشوك ويف، دي نقطه مهمه جدا عشان ما يحصلش لخبطه، اي اريا على اريا ستار على طول ايه اشتغل بيه. طيب هنا بقى دي المعادلات بتاعت فور نورمال شوك ويف، دي مجموعه من المعادلات هتربط بايه بقى؟ لو نلاحظ كده كل المعادلات اللي موجوده هنا هي مكتوب عليها نقطة واحد واثنين، يقصد بيها ايه واحد واثنين عشان نبقى احنا فاهمين؟ واحد معناها قبل النورمال شوك ويف واثنين بعد النورمال شوك ويف. يعني مثلا لو جت مسألة النورمال شوك ويف قبلها اثنين وبعدها ثلاثة، يبقى المعادلات اللي عندي هنا هتبقى بدل ما هي واحد واثنين هتبقى اثنين وثلاثة، يعني هنا واحد واثنين انديكيشن بس، محدش ياخد الأرقام على المطلق يعني، فواحد قبل النورمال شوك ويف اثنين بعد النورمال شوك ويف. المعادلة الأولانية دي هتربط لنا ما بين الاستاتيك بريشر بعد الاستاتيك بريشر قبل النورمال شوك ويف فانكشن في المخ قبل والمخ بعد. طيب ده معادله على اليمين، المخ نمبر بعد النورمال تشوك ويف علاقه ما بينه وما بينه المخ نمبر قبل النورمال تشوك ويف، يعني لو قدرت اجيب المخ نمبر قبل النورمال تشوك ويف تعويض مباشر هجيب الايه، المخ نمبر بعد النورمال تشوك ويف. طبعا في حاجات اتغيرت زي التوتال بريشر زي ما احنا متفقين، يبقى التوتال بريشر بعد على التوتال بريشر قبل فانكشن في المخ نمبر قبل. وهنا بقى الاريا ستار اللي احنا بنتكلم عليها، الاريا ستار 2 هي الاريا ستار اللي انت محتاجها بعد النورمال شوك ويف عشان توصل لماخ نمبر واحد، والاريا ستار واحد هي الاريا ستار اللي انت محتاجها للفلو قبل النورمال شوك ويف عشان يوصل لماخ نمبر واحد، وهي دي اصلا الثروت اريا. تمام، دي فانكشن في الماخ نمبر قبل وبعد. يبقى دي المعادلات المهمه اللي احنا محتاجينها للنورمال شوك ويف. طبعا هنلاحظ هنا انه مفيش معادلات تربط ما بين التي نود قبل والتي نود بعد، لان زي ما احنا متفقين التي نود ثابته على النورمال شوك ويف، لان احنا متفقين النورمال شوك ويف التوتال تمبرشر ثابته افري وير في الضغط، لكن التوتال بريشر مختلف. بيختلف ازاي؟ من اول نقطه، عشان ما ننساش القصه دي، من اول نقطه في الضغط، من اول نقطه في الضغط لحد اخر نقطه في الضغط كل ده التوتال بريشر بتاعه متساوي، من بعد النورمال شوك ويف التوتال بريشر متساوي، في خلال النورمال شوك ويف التوتال بريشر مش متساوي. تمام، فعشان بس دي حاجات من ايه النقط المهمه ان لازم ناخد بالنا منها. تمام، طيب ده كده باختصار الايه، شرح بسيط يعني يوضح الموضوع. خلينا نخش على المسائل المهمة على طول، هنحل مع بعض ثلاث مسائل مهمين هم دول اللي فيهم أفكار رئيسية. نبدأ مع بعض إن شاء الله مسألة رقم ثلاثة، هي دي اللي هتتحل الأول. هنقرأ المسألة كده واحدة واحدة ونفهم الجيفن كويس. طيب هو بيقول لنا إيه بقى؟ بيقول لنا the design data of converging diverging nozzle is as follows. تمام، مدينا الثروت اريا اللي هي 0.15 متر سكوير، دي اللي هي اريا ستار واحد اللي هي الثروت اريا 0.15، مدينا الاكزيت اريا دي الاريا اكزيت الاريا الخروج من الضغط خالص 0.45، ان قله ايه بقى؟ ستاجنيشن كونديشنز، يعني 622 ستاجنيشن و 600 كيلو باسكال ستاجنيشن كونديشنز عند الدخول. بيقول ان اف ذا فلو ذيس اير، عشان الجاما والار، جاما 1 و4 والار 287، وات از ذا اريا اوف ذا سكشن؟ اختار سكشن، المخ نمبر عنده 2.2 مفيش مشكله، طالما انا عندي مخ نمبر عند سكشن
اروح للمعادله بتاعت الاريا على اريا ستار، تمام، اروح لمعادلات الايه الاريا على اريا ستار اهي، واعوض عن الماخ نمبر، بس يبقى معايا الاريا ستار، هجيب الاريا عند اللوكيشن ده على طول، فدي ما فيهاش اي مشكله خالص، سهله يعني. تمام، طيب what is the area of section عند الماخ نمبر 2.2؟ consider the possibility of normal shock wave. هو لنا ان هيحصل normal shock wave at this section. الماخ نمبر ده هو الماخ نمبر قبل الشوك ويف مباشره، so that ان الاكزيت ماخ نمبر is around 0.32، زي ما اتفقنا ان بعد النورمال شوك ويف الفلو بيكمل سب سونيك. هو عايز يعرف اثبت ان الماخ نمبر عنده خروج 0.32، وسكتش التي اس دايجرام والفاريشن اوف التوتال والستاتيك بريشر along النوزل اكسس. نروح مع بعض كده للايه الحل ونشوف الدنيا ماشيه ازاي. تعالوا بقى واحده واحده كده. ادي عندي المساله مرسومه اهي. انا عندي ادي الكونفرجنج دايفرجنج داكت، تمام، ادي الكونفرجنج دايفرجنج داكت بالشكل ده، مدينا التوتال بريشر عند نقطه واحد والتوتال تمبرتشر عند نقطه واحد، ادي بي نود واحد وادي تي نود واحد، وزي ما اتفقنا حدوث النورمال شوك ويف معناها انه التوتال تمبرتشر ثابته لكن التوتال بريشر، يعني ايه؟ يعني بي نود واحد تساوي بي نود اثنين بتساوي بي نود ثلاثه، وبي نود ثلاثه لا تساوي بي نود اربعه لكن بي نود اربعه بتساوي بي نود خمسه، عشان بس نبقى احنا متفقين. طيب الاريا 2.15 متر سكوير، المخ 3 2.2، المخ اللي عنده حصل نورمال شوك ايه؟ نورمال شوك ويف. طيب نكمل بعد كده. هو قال لنا اثبت ان المخ اللي خارجه 0.32، وعايز يعرف الاريا 3 بكام، ونرسم تي اس دايجرام. طيب واحده واحده، انا دلوقتي عندي الفلو قبل النورمال شوك ويف، فين الاريا ستار بتاعته؟ الاريا ستار بتاعته هي الاريا 2، عشان احنا نبقى احنا فاهمين. يبقى انا عندي ارجع للمعادله بتاعت الاريا ريتش، اقول ان اريا 3 على اريا ستار 1 بتساوي 1 على مخ 3، معادله بتاعت الداتا شيت اللي هي فانكشن في مخ 3، دي معادله تعويض مباشر هتجيب لنا على طول الايه؟ هتجيب لنا على طول الاريا 3 مباشره، تعويض مباشر ما فيهاش اي ايه؟ ما فيهاش اي حاجه خالص يعني. يبقى انا اريا 3 كده جبتها ومفيش مشكله. طيب عايزين نرسم تي اس دايجرام، بس قبل ما نرسم نثبت ان ماخ 5.32، يعني عايزين نحسب ماخ 5 الاول. طيب فكر ازاي؟ انا عندي نقطه 5 مديني اريا، يبقى دايما هفكر انه الماخ نمبر هتيجي من دلاله الاريا. طيب عشان اجيبها بدلاله الاريا ايه اللي انا محتاجه؟ تعالوا نرجع كده للداتا شيت برضه نبقى احنا فاهمين الموضوع بشكل افضل. ادي داتا شيت اهو، تمام. طيب هنبص نلاقي ايه؟ هنبص نلاقي انه في بعض المعادلات هنا فوق خالص، عندي اربع معادلات اهم، معادلات ما بين الماخ نمبر وبين الاريا ريشيو. ناخد بالنا من حاجه مهمه جدا، عايز احسب ماخ نمبر عند لوكيشن ايه، سميه ايه، واحد اثنين ايه ثلاثه وات ايفر، لازم دايما انسبه للاريا ستار بتاعته. ناخد بالنا بس من الحته دي. طيب الاربع معادلات دول ليهم شرط ان المعادلات دي ينفع نستخدمها في حاله ان جاما 1.4 والمساله بتاعتنا اير، فينفع نستخدم الايه الاربع معادلات دول مفيش مشكله. طيب انا عايز احسب ماخ نمبر او عايز اثبت ان الماخ نمبر بتساوي رقم معين، يبقى لازم ادور على الاريا ريشيو، بس اخد بالي مش اي اريا ريشيو انا بحسبها وخلاص. طيب نرجع للايه المساله بتاعتنا. طيب فين الاريا ريشيو بقى؟ فين الاريا ريشيو؟ الاريا ريشيو اولا انا عندي اريا 5 اهي، بس لازم انسبها للاريا ستار بعد النورمال شوك ويف. طب يبقى انا اجيب منين الاريا ستار للفلو؟ نرجع لمعادلات النورمال شوك ويف. ادي معادلات الايه؟ نورمال شوك ويف. هنبص نلاقي ان في اريا ستار 2 على اريا ستار 1، يعني اريا ستار بعد على اريا ستار قبل، فانكشن في ماخ نمبر بعد على ماخ نمبر قبل، هنكتشف ان ماخ نمبر بعد النورمال شوك ويف مش معانا. طيب في معادله مباشره جدا موجوده في معادلات النورمال شوك ويف بتقول ان ماخ نمبر بعد النورمال شوك ويف معادله فانكشن في ماخ نمبر قبل النورمال شوك ويف، اللي عند لوكيشن 3 في المساله بتاعتنا، احنا هنا مرقمين 3 قبل النورمال شوك ويف و4 بعد النورمال شوك ويف مباشره يعني. تمام؟ طيب هنجيب منها من المعادله دي من الداتا شيت ماخ 4، نرجع نعوض في معادلات بتاعت الاريا ستار 2 على الاريا ستار 1، جبنا الاريا ستار 2، يبقى هي دي اللي احنا ننسب ليها الايه الاريا 5. يبقى ناخد الاريا 5 دي واقسمها على الاريا ستار بتاعتها، واشوف بقى الرينج بتاعت الاريا على الاريا واقعه في انهي رينج، لان انا طبعا زي ما متفق ان اريا 5 هتبقى اكيد سبسونيك فلو، هتبقى ليها معادله احد الايه المعادله من الاثنين دول، يا اما المعادله الاولانيه يا اما المعادله الثانيه. مين اللي هيحدد المعادلات؟ هي الرينج بتاع الاريا 5 على الاريا ستار 2 قيمته بكام، وواقع في انهي ايه في انهي رينج من الرينجات اللي موجوده في الداتا شيت. ادي داتا شيت اهي، ادي الاربع معادلات، انا عندي اول معادلتين معادلتين بتوع سب سونيك، اختار انهي واحده فيهم على حسب الايه على حسب الاريا ريشيو، هو انا انهي في انهي رينج من التو رينجز دول. تمام، وبناء عليه اختار المعادله بتاعتي واحسب على طول
المخ نمبر واتاكد انه المخ نمبر اللي انا حسبتها هي دي المطلوب اثباتها. يبقى ده كده الايه، ده حل المساله. في كام نقطه مهمه عايزين نعرف، تغير التي اس، الرسمه بتاعت التي اس دايجرام شكلها عامل ازاي، تغير التوتال بريشر، تغير الستاتيك بريشر، بالاضافه كمان انا زودت عايز احسب البريشر قبل الشوك ويف ستاتيك، عايز احسب البريشر بعد الشوك ويف، عايز احسب البريشر 5. تمام، خلينا نرسم الرسومات بتاعه الايه، بتاعه التي اس دايجرام وتغيرات البريشر، ونبدا نجيب الارقام اللي احنا طالبينها او القيم اللي احنا طالبينها بعد كده. التي اس دايجرام اول حاجه انا بادئ من نقطه واحد سبسونيك، الفلو بتاعي بيكسباند لحد لما اوصل للايه، الاثنين اللي هي سونيك كونديشنز، كمل لحد الثلاثه. الثلاثه دي اللي هي فين؟ الثلاثه دي اللي هي بالظبط قبل الايه، قبل النورمال شوك ويف. طيب من 3 ل 4 البروسيس بتاعتي ادياباتيك. بص ناخد بالنا بقى، من 3 ل 4 حصلت تشينج في الانتروبي، حصلت تشينج في الانتروبي، يبقى البروسيس من 3 ل 4 فيها فراكشن، او نقدر نقول ان هي ايرريفرسبل بروسيس، يبقى فيها تشينج في الانتروبي، بس انا ماشي في اتجاه زياده البريشر. ليه زياده البريشر؟ لان الفلو بالمنطق قلب من سوبر سونيك لسابسونيك، لازم البريشر يزيد، فالبريشر نقطه 4 عالي. طيب 4 ل 5 الدكت الاريا بتاعته بتوسع، طالما الاريا بتاعته بتكبر يبقى السرعه بتقل، لان انا هنا ايه، سابسونيك فلو، يبقى الفلو يكمل في اتجاه 5. طب ليه 5 لفوق؟ لانه طالما السرعه بتقل يبقى الضغط لازم يزيد، يبقى نقطه ايه، 5 لازم تبقى اعلى، لان خطوط الضغط ده خطوط الايه، الضغط بتاعتها. تمام، طيب من نقطه 5 بقى لحد التوتال كونديشن اللي احنا خلاص بقى عارفين احنا القصه دي، دايما الفرق بين التوتال كونديشن والستاتيك كونديشن، الكاينتيك انرجي والتفاصيل دي، بس ناخد بالنا ان التوتال تمبرتشر ثابت على مدار الضغط كله، بالرغم من حدوث النورمال شوك ويف، لكن التوتال بريشر قبل النورمال شوك ويف يختلف تماما عن التوتال بريشر بعد الايه، النورمال شوك ويف. دي رسمه مهمه جدا بتاعت الايه ذاكرام، ويا ريت نكون فهمناها بشكل كويس. طيب عايزين نفس تغير التوتال بريشر، مهم جدا، من 1 ل 3 هو نفس التوتال بريشر، لان انا البروسيس ايزنتروبيك، من 3 ل 4 دروب في التوتال بريشر، لكن 4 ل 5 كمل كونستنت، لان البروسيس ايزنتروبيك. ناخد بالنا من بي نود، من اول اريا واحد، من اول اريا واحد اهي لحد اريا 3 ثابت، من 3 ل 4 دروب، من 4 ل 5 كمل كونستنت. تمام، طيب ده كده ايه، ده تغير التوتال بريشر. اما ده بقى تغير الستاتيك بريشر، انا بادئ سبسونيك، نزلت لحد نقطه 2، 2 دي عندها الايه، الستار كونديشنز، اللي هي عندها نقطه 2 دي عندها البي ستار، اللوكيشن ده هنا هو مين، هو البي ستار، وصلت للسونيك كونديشنز، كملت سوبر سونيك اقل من ستار. من 3 حصل ايه، حصل مره واحده البريشر عالي جامد جدا نتيجه حدوث النورمال شوك ويف، وصل لحد نقطه 4، وطالما الاريا بتزيد يعني السرعه بتقل يعني الضغط بيزيد، فتبقى 4 تتحرك ل 5 ضغط اعلى، يبقى هو ده تغير البريشر مع الضغط بالنسبه له. تمام، طيب ده كده الرسومات الايه المطلوبه، ودي رسومات مهمه جدا جدا توضح البروسيس حصلت ازاي في خلال الضغط بالكامل يعني. طيب اخر حاجه مطلوبه بقى، الضغوط عند قبل وبعد الشوك ويف، والضغوط عند الخروج ستاتيك. طبعا قبل النوم الشوك ويف عندي توتال بريشر بي نود 1، اقول ايه، بي نود 3 هي نفسها البي نود 1 على بي 3، معادله مباشره بتاعه العلاقه ما بين التوتال والستاتيك بريشر، فانكشن في مخ 3 جبت البي 3 على طول. عايز اجيب تي 3 سهله، تي نوت 3 تي 3 فانكشن في مخ 3 جت تي 3 ما فيهاش مشكله، تعويض مباشر. طيب عايز اجيب بقى ستاتيك بريشر بعد، ارجع لمعادلات الايه، النورمال شوك ويف في الداتا شيت، هنبص نلاقي معادلات النورمال شوك ويف في الداتا شيت، ادي الايه العلاقه، ادي العلاقه ما بين الستاتيك بريشر قبل والستاتيك بريشر بعد. اول معادله خالص، ادي المعادله الاولانيه، لو انت عايز تجيب الستاتيك بريشر للفلو بعد النورمال شوك ويف، يبقى اقسمه على الستاتيك بريشر قبل، فانكشن في المخ نمبر قبل وبعد النورمال شوك ويف. يبقى نرجع كده نبص هنا مع بعض، ادي المعادله، تعوضنا في المعادله، ادي بي 4 بعد الشوك ويف على بي 3، فانكشن في مخ 3 ومخ 4، جبنا بي 4 على طول ما فيهاش مشكله. وبعد ما نجيب بي 4 ممكن ارجع بقى للمعادلات بتاعت العلاقه بين التوتال والستاتيك كونديشن، بي نود 4 على بي 4 فانكشن في مخ 4، جيب بي نود 4 واثبت البي نود 4 على الضغط بعد النورمال شوك ويف، يعني اقول بي نود 4 هي نفسها بي نود 5، واقسمها على بي 5 فانكشن في مخ 5، اجيب البي 5. يبقى المساله دي الهدف منها انه ابقى فاهم التعامل ازاي مع النورمال شوك ويف، ايه الكونديشنز المتغيره، الكونديشنز اللي بتفضل ثابته، البروسيس بتتم ازاي. كده مساله رقم 3. خلينا نروح لفكره برضو ثانيه، مساله رقم 7، امسح بس الكلام ده، حاجه توضيحيه في البدايه. تمام، ده رقم 7 بيقول لنا ايه بقى؟ بيقول لنا اير، يبقى انا عندي هواء، يبقى عشان ابقى عارف الار والجاما مهم جدا. اير از سبلايد تو ذا كونفرجنج دايفرجنج نوزل ان فيجر
from large tank، برضو دي keyword زي ما احنا متفقين، اول ما نقول كلمه الفلو جاي من large tank يبقى البريشر ده والتمبرشر دول total conditions، يبقى ده total، ده total وبرضو التمبرشر دي برضو نفس الكلام، دي برضو total، يبقى عشان large tank معناه ان السرعات فيه تقريبا ايه neglected، وبالتالي ال conditions دي total. طيب بيقول بقى a normal shock wave in the diverging section، ده منطقي لان عشان converging diverging ففي ال diverging section عشان عندك المخنبر supersonic يعني. طيب يقول لك of these nozzle forms at the point بينود 1 بتساوي بينود 2 بتساوي 2 ميجا باسكال، يعني البوينت اللي حصلت عندها النورمال شوك ويف التوتال بريشر ثابت، يعني ده يقصد بيها الكونديشنز قبل النورمال شوك ويف اللي هي نقطه 2 قبل النورمال شوك ويف زي ما احنا متفقين، قبل النورمال شوك ويف التوتال بريشر كله ثابت طالما البروسيس ايزنتروبيك. ادينا بقى في اللوكيشن ده المخ نمبر 1.4، يعني المخ 2 1.4. طيب ريشيو اوف ذا نوزل اكزيت اريا، بص ادي النوزل اكزيت اريا اللي هي اريا 4، الريشيو ما بين اريا 4 تو ذا ثروت اريا، فين الثروت؟ الثروت اهي 1.6، دي ما حدش يتلخبط وياخد الريشيو دي يستخدمها في معادلات المخ نمبر فانكشن في الاريا ريشيو اللي احنا قلنا عليها، انه ما ينفعش انسب الاريا 4 للاريا ايه ستار 1، لازم احسب اريا ستار 2، فخلي جيفن دلوقتي. طيب ديترمن اول حاجه عايز المخ نمبر داون ستريم اوف ذا ويف يعني مخ 3، عايز المخ نمبر عند نوزل اكزيت يعني عايز مخ 4، عايز البريشر عند نوزل اكزيت بريشر بي 4 والتمبرشر بي 4. طيب تعالوا نبص مع بعض كده على الحل. طيب ادي الايه، ادي الجيفن اهو، ادي الجيفن، ادي البي النقطه 1 توتال كونديشنز عندها اهي، ادي الشروط 2 المخ نمبر عندها 1.4، 3 طبعا هيكمل سابسونيك لسه هنحسب القيمه بتاعته، و4 سابسونيك لسه هنحسب القيمه بتاعتها. طيب ايه الجيفن المهم اللي مدهونا؟ مديني اريا 4 على اريا شروط اللي 1.6، اريا شروط دي بالنسبه لنا اللي هي تمثل اريا ستار 1، سوري استنى ستار مع 1، دي تمثل اريا ستار تمام عشان بس ما ننساش بس. طيب عايزين نحسب مخ 3، معادله مباشره جدا معادله الايه النورمال شوك ويف، ان المخ بعد الشوك ويف فانكشن في المخ قبل الشوك ويف، معادله مباشره خالص من الداتا شيت، مخ 3 فانكشن في مخ 2 كان مخ 3 على طول، دي بسيطه تمام. طيب عايزين نحسب مخ 4، واحد ممكن يعمل ايه؟ يغلط غلط زي ما انا قلت انا باكد عليها تاني، ياخد الرقم ده يقوم رايح للداتا شيت، نرجع للداتا شيت يقول لك ايه بقى، بص انا عندي شوف بقى ايه الاريا على اريا ستار بكام، هي كده كده سابسونيك، طب هي طالعه لي 1.6، 1.6 فين؟ اهي يا عم الحاج، يقول لك بص من 1.34 لحد انفينيتي، يبقى انا هختار المعادله دي، بس يكتشف ان هو عمل فيتال ميستيك، لانه المخ نمبر لما اجي احسبها بدلاله الاريا ريشيو لازم الاريا ستار تكون بتاعت الفلو في اللوكيشن ده زي ما احنا متفقين، طالما حصل نورمال شوك ويف الاريا ستار مختلفه تماما، فانت محتاج ترجع لمعادلات نورمال شوك ويف عشان تحسب اريا ستار الجديد، ما تنساش الحته دي مهمه جدا، يبقى ما ينفعش نروح على طول المعادلات دي، لازم الاول اجيب الاريا ستار الجديده وبعد كده بشوف الاريا ريشيو ما بين الاريا بتاعت الخروج والاريا ستار الجديده وقع بقى في انهي رينج في القصه دي. طيب نرجع للمساله، انا الاول لازم احسب اريا ستار 2 على اريا ستار 1 زي ما اتفقنا، اريا ستار 2 على اريا ستار 1 عشان تعرفني الاريا ستار 2 بكام، بس ناخد بالنا من حاجه، المساله هنا مش مديني اريا ستار 1، مش مديني رقم خالص، بس انا طلعت ريشيو دلوقتي، انا قدرت اطلع ريشيو ما بين اريا ستار 2 الى اريا ستار 1، انا مش محتاج اصلا القيمه بتاعتها في حاجه، انا اللي يهمني في الاخر الريشيو اللي انا هعوض بيها في معادلات المخ نمبر اللي فوق، فنعمل حاجه ظريفه جدا، هنقول ايه؟ ان اريا 4 على اريا ستروت اللي هي مدانا جيفن في المساله بتساوي اريا 4 على اريا ستار 2 في اريا ستار 2 على اريا ستار 1، كان يعني الاريا ستار 2 دي بتطير مع بعضها، بس في ميزه انه انا محتاج ده، محتاج الرقم ده، وده اصلا هي مين؟ هي اللي انا لسه حاسبها دلوقتي اريا ستار 2 على اريا ستار 1، وده اريا 4 على اريا ستروت هي نفسها 1. ايه 1.6، يبقى انا كده عندي معادله في مجهول واحد هو مين؟ اريا 4 على اريا ستار 2، وانس ان انا جبت المجهول ده يبقى انا كده عندي الريشيو اللي انا محتاجها وهستخدمها في معادلات المخ نمبر، نروح بقى نشوف الرينج بتاع الاريا 4 على اريا ستار 2، وهل الرينج ده واقع ما بين المعادله دي ولا واقع في الرينج اللي محتاجاه المعادله دي، نختار المعادله بناء على الايه الرينج، وطبعا لازم نبقى عارفين نختار معادلتين بتوع السبسونيك فلو، لان الفلو بعد حدوث النوم بيكمل سبسونيك،
فبالتالي جبنا المخ 4. طيب قلنا كده الايه مخ عند الخروج من الايه من الدكت، لو عايز اجيب البي 4 وعايز اجيب التي 4 خلينا نبدا واحده واحده. ما ينفعش نربط المخ نمبر دي او ننسب المخ نمبر دي مع التوتال بريشر اللي داخل ونقوم جايبين بي 4، فيتال ميستيك، لان التوتال بريشر مختلف. التوتال بريشر عند واحد هو مساوي للثروت وبيساوي 2 بس مش هيكمل متساوي لان في نورمال تو كويف، يبقى لازم احسب بنود ايه؟ بنود جديده. طب احسبها ازاي؟ ليها كذا طريقه. انا هنا في طريقه الحل قمت قلت بنود 2 على بي 2 معادله فانكشن في مخ 2، جبت البي 2، وبعد كده قمت رايح للمعادله بتاعه النورمال تشوك ويف اللي هي بي بعد التشوك ويف على بي قبل التشوك ويف، هجيب بي 3، ومن بي 3 اقوم رايح اقول بي نوت 3 على بي 3 فانكشن في مخ 3، اقوم جايب البي نوت 3. طبعا زي ما احنا عارفين البي نوت 3 هي بالظبط البي نوت كام؟ بي نوت 4، لان انا عندي الفلو هيكمل ايزنتروبيك، ومن بي نوت 4 ومخ 4 هحسب بي 4. فدي كده طريقه حساب البي 4. طبعا التي 4 اسهل بكتير لان انا عندي التوتال تمبرشر ثابته خلال الضغط بالكامل، فاقدر اقول انه ادي الايه ادي تي نود 4 على تي 4 1 زائد جاما ناقص 1 على 2 مخ 4. تي نود 4 هي اول حاجه خالص، هي تي نود 1 متساويه، انا كده اقدر احسب تي 4. يبقى انا كده جبت كل المطالب الايه اللي في المساله. يبقى انا الهدف او فكره المساله دي اخد بالي دايما لما اجي احسب مخ نمبر بدلاله الاريا ريشيو، اخد بالي هو الاريا بتاعتي دي منسوبه للاريا ستار بتاعتها ولا لا. يعني انا لما جيت احسب مخ 4 يبقى اخد الاريا 4 بالنسبه للاريا ستار الجديده للفلو، انا احسبها من معادله دورمان شوك ويف. طب انا مثلا محتاج احسب مخ عند نقطه 2 و200 الاريا عند 2، طيب يبقى انا اخد اريا 2 انسبها للاريا ستار بتاعتها اللي هي اريا كام؟ اريا ثروت. في الحاله دي هتبقى مخ 2 سوبر سونيك، اختار معادله من معادلتين بتوع الايه؟ بتوع السوبر سونيك فلو على حسب الرينج طبعا بتاع الاريا ريشيو. ده كده مساله رقم 7، مساله طبعا ايه فكرتها كويسه ومهمه. طيب المساله اللي بعد كده مساله 9 مع بعض. مساله 9 بيقول لنا اير ات 300 كيلو باسكال 500 كلفن برضه فروم لارج ريزرفوار. يبقى انا خلاص بقى ايه فهمت القصه دي، ان التوتال كونديشنز هي دي اللي موجوده في المساله. هو كده مدينا الايه؟ مدينا التوتال كونديشنز. خلاص طيب بيقول لنا ان الاير ده بيفلو فروم لارج ريزرفوار ثرو اتاكت هافينج ثروت اريا، يبقى ده الاريا ثروت اللي هي بالنسبه لنا تمثل اريا ستار 1. فاردر داون ستريم ذا ثروت ا نورمال شوك ويف تيكس بليس سموير بيفور ذا اكزيت بين ضغط اكزيت اريا 3 اريا ستار. هنا يقصد ايه باريا ستار؟ اريا ستار اللي هي الثروت اريا، اللي هي اريا ثروت اللي هي برضو اريا ستار 1. يبقى ناخد بالنا نفس فكره مساله 7، ما اخدش اريا ريشيو دي واستخدمها في معادلات المخ نمبر، لازم اجيب الاريا ريشيو بتاعه الفلو بعد النورمال تشوك. طيب هنا المره دي مدينا ايه بقى زياده؟ مدينا الاكزيت بريشر اللي هو البريشر للخروج بتاع الفلو. طيب طالب بقى كل الكونديشنز بريشر تمبرتشر فيلوستي مخ نمبر اب ستريم اند داون ستريم للنورمال تشوك ويف قبل وبعد النورمال تشوك ويف، وعايز كمان التمبرتشر فيلوستي مخ نمبر ات اكزيت اوف ذا داكت عند الخروج من الداكت، ونرسم البي اس دياجرام طبعا شيب اوف ذا داكت، وعايزين كمان نحسب الانتروبي تشينج، التشينج في انتروبي 2 ناقص 1. خلينا برضو نبقى فاهمين التشينج في انتروبي اللي هتحصل هي اللي هتحصل على الايه؟ على النورمال شوك ويف، لانه البروسيس قبل النورمال شوك ويف كانت ايزنتروبيك فما فيهاش تغير في الانتروبي، والبروسيس بعد النورمال شوك ويف هتكمل ايزنتروبيك فما فيهاش تغير في الانتروبي. التغير في الانتروبي هيحصل في خلال النورمال شوك ويف. نروح نشوف مساله مع بعض كده. ادي الايه؟ ادي المساله. ادي الايه؟ الكونفرجنج دايفرجنج داكت ثروت اريا، تمام، وتوتال كونديشنز، وانا رقمت نقطه 1 الدخول، 2 الثروت، 3 قبل، 4 بعد نورمال تشوك ويف، 5 عند الخروج من نورمال تشوك ويف. هو مدينا جيفن هنا اريا 5 على اريا ستار 1 ب 3 ومدينا بي 5. طيب عشان نجيب الكونديشنز عند 3 و4 و5 خلينا ايه واحده واحده كده نشوف هو المكان اللي حصل عنده النورمال تشوك ويف المخ نمبر عنده كام، او حتى البريشر عنده كام. لازم اعرف معلومه عشان احدد المكان اللي عنده الايه النورمال شوك ويف حصلت. طيب نبدا واحده واحده كده نشوف احنا فكرنا ازاي في الموضوع. اول حاجه انا عندي اريا 5 على اريا ستار 1، طيب هي الاريا ثروت هنا معايا، فممكن تعويض مباشره ونجيب اريا 5. ده اللي احنا عملناه، جبنا اريا 5، تمام. بعد ما جبنا اريا 5 رحنا عوضنا في معادله الفلوريت، قلنا ان الفلوريت عند نقطه 2 هي رو ستار اي ستار في ستار. طيب انا هعمل ايه بالفلوريت؟ اخد بالنا من معلومه مهمه جدا، الفلوريت انا وانا حسبتها
اقدر اخدها كمعلومه عندي نقطه خمسه، معلومه عندي في نقطه خمسه. خلينا نشوفها مع بعض. حسبت ام دوت 2 رو ستار، رو ستار اي ستار بي ستار، لانه طبعا 2 عنده شوك ويف الفلو ماك نمبر بتاعه بواحد، بالتالي كل الكونديشنز عنده ستار. عشان اجيب الكونديشنز دي هقول التوتال بريشر عنده واحد على البي ستار فانكشن في الماخ اللي هي بواحد، هجيب البي ستار. نفس القصه تي نود على تي ستار، هجيب الايه التي ستار، يبقى الام دوت اقدر احسبها على طول بدلاله الايه الكريتيكال كونديشنز اللي هي الكونديشنز اللي عندها الماخ نمبر بواحد. طيب هاخد قيمه الماخ ام دوت 2 واروح عند نقطه 5 اللي هي الخروج من الايه، الخروج من الدكت. هنقول ايه ان ام دوت 2 ام دوت 5 دينستي في اريا في فلاستي، الدينستي بي على ار تي، الاريا بتاعتي عندي خلاص جبتها في مخ 5 في تي 5. دي كده معادله فانكشن في كام، في كام مجهول. نفكر مع بعض. المعادله دي تي 5 مجهول، مش معروفه بالنسبه لي. اوكي مخ 5 مجهول هي كمان ايه، بي 5 جيفن، ايه 5 جيفن كده. دول الايه المعادلتين او المجهولين اللي موجودين في معادله رقم 2. محتاج معادله اضافيه عشان احل. طب افكر دايما في المعادله ازاي؟ انا عندي المجاهيل تي 5 وام 5، ايه المعادله اللي تكون موجود فيها تي 5 وام 5؟ هي معادله التوتال كونديشن، تي نوت 5 على تي 5 1 زائد جاما ناقص 1 على تي 5. طب تي نوت 5 جبتها منين؟ هي تي نوت 1. عشان دايما ما ننساش ان حدوث النورمال شوك ويف ما فيش ما يغيرش التي نوت، يبقى التي نوت دايما ايه؟ التي نوت دايما ثابته. فونس ان انا قدرت احل معادله 2 و3 هجيب قيمه تي 5 والايه الماخ 5. خلاص انا كده قدرت اجيب الاكزيت كونديشنز عندي، وعايز اجيب في 5، عايز اجيب اي كونديشن عند 5 بقت سهله ما فيهاش مشكله. طيب انا جبت ماخ ايه؟ ماخ 5. عايز بقى اجيب اللوكيشن بقى اللي حصل عنده الايه؟ اللي حصل عنده النورمال شوك ويف دي، هنشوف هنعملها ازاي. طيب اول حاجه لو انا قلت اريا 5 على اريا ستار 2، اريا 5 على اريا ستار 2 دي بنفكها بالتشين رول، هي اريا 5 على اريا ستار 1 في اريا ستار 1 على اريا ستار 2، كاني طيرت الاريا ستار 1 من اريا ستار 1. بس في الاخر انا اريا 5 على اريا ستار 1 هي جيفن ب 3، واريا واريا 5 على اريا ستار 2 اقدر احسبها، لانه الاريا على اريا في معادله فانكشن في ماك نمبر، هي اول معادله في معادلات التغيرات في الاريا، اهي اول معادله خالص اهي موجوده في الداتا شيت، انه الاريا على اريا ستار معادله فانكشن في ماخ نمبر. دي برضه تقدر تطبقها على اي نقطه بعد النورمال شوك ويف، لكن ما تطبقهاش في من قبل وبعد الشوك ويف. يعني انا هنا ارجع للمساله، هنا قلت ايه؟ قلت ان اريا 5 على اريا ستار 2 بتساوي 1 على ماخ 5، يبقى معادله فانكشن في ماخ 5. اقدر اجيب القيمه دي على طول تعويض مباشر، اعوض بالماخ 5 جبت الاريا 5 على اريا ستار 2 ما فيهاش مشكله، ومعايا اريا 5 على اريا ستار 1. طيب ايه المجهول؟ مجهول هو اريا ستار 1 على اريا ستار 2. فانا اذا قدرت اجيب اريا ستار 1 على اريا ستار 2 كرقم، وفي نفس الوقت هي بتساوي معادله من معادلات النورمال شوك ويف، يبقى انا عندي معادله هسميها معادله رقم 4. طب معادله من معادلات النورمال شوك ويف دي فانكشن في ايه؟ فانكشن في الماخ نمبر قبل والماخ نمبر بعد النورمال شوك ويف. طيب عندي معادله في مجهولين، ايه المجهولين اللي موجودين؟ هي الماخ 4 والمجهول الثاني هو ماخ 3. انا مش عايز طبعا قيم الاريات، انا اهم حاجه الريشيو موجود. طيب يبقى دي كده معادله 4. نروح لمعادلة 5، هي برضو أحد معادلات النورمال شوك ويف، بتربط ما بين الماخ نمبر بعد الشوك ويف للماخ نمبر قبل الشوك ويف. فأنا يبقى عندي كده معادلتين أحلهم مع بعض، هقدر أجيب الماخ نمبر عند الإيه قبل وبعد الشوك ويف. يبقى أنا كده طالما قدرت أجيب ماخ نمبر، لو عايز أحسب إيريات سهلة نفس الطريقة، أجيب الماخ الإيريا بدلالة الإيه الماخ نمبر. اجي هنا لو انا عايز مثلا ارجع للمعادلات بتاعه الاريا ريشيو على الماك نمبر، واقدر اجيب الاريات زي ما انا عايز، ده لو مطلوب مني الايه، لو طلب مني الاريا يعني. تمام. طيب لو عايز بقى اجيب البي 3 والتي 3 للنقط دي، طبعا عندي الماك نمبر هنا حسبتها، اقدر اجيب كل الايه الستاتيك كونديشنز اللي انا عايزها، ما عنديش مشكله، مفيش حاجه كده مجهوله بالنسبه لي. عايز اجيب في 3 نفس الكلام. طيب افرض مثلا عايز اجيب البي 4، والله قدامي كذا طريقه. طالما عندي بي 3 ممكن نروح لمعادلات النورمال شوك ويف اللي هتربط ما بين البريشر قبل والبريشر بعد، او انا اخترت طريقه ثانيه انه اروح بقى ايه احسب ان عند نقطه 5 نقطه الخروج، انا معايا كل حاجه نقطه 5، اروح حاسب التوتال بريشر على نقطه 5. طب فرق معايا ايه؟ فرق معايا ان التوتال بريشر على نقطه 5 هو نفسه التوتال بريشر على نقطه 4. فطالما التوتال بريشر متساوي بمعلوميه التوتال بريشر على نقطه 4 والماخ نمبر عند نقطة 4، هقدر احسب مين؟ هقدر احسب الاستاتيك بريشر عند نقطة 4. وبالتالي كده جبنا البريشر عند نقطة 4، وجبنا البي والتي والفي والماخ عند 3، خلاص مفيش مشكلة.
وماخ 5 والتي 5 وبي 5 وبي 5، جبنا كل الكونديشنز، ناقصنا بس بقيه الكونديشنز على نقطه 4 اللي هي تي. التي نوت ثابته على طول الدكت، هنسيبها للتي 4 1 زائد جبنا 2 مخ 4 سكوير، هجيب مخ 4 ما فيهاش مشكله. طيب ادي شكل التي اس دايجرام، احنا خلاص رسمناه قبل كده في المسائل اللي فاتت، قلنا واحد هتنزل لحد قبل نومن شوك ويف، يحصل نومن شوك ويف هتزود الايه البريشر، وبعد كده تكمل لحد نقطه ايه 5 ايزنتروبيك. طيب غيروا الانتروبي بقى من اول الدكت لحد اخر الدكت، ما حصلش غير ما بين 3 و4، عشان كده لما جيت احسب الدلتا اس تشينج في انتروبي قلت ايه هو سي بي لين تي 4 على تي 3 ناقص ار لين بي 4 على بي 3، يعني جبت التشينج في انتروبي ما بين 3 و4 ان هو اللي هيبقى من 1 ل 2، ان خلاص هو ده الايه التشينج اوف انتروبي اللي موجود اصلا في الايه في البروسيس كلها، تمام، في الفلو من اول الدكت لحد اخر الدكت. ودي اخر مساله نكون حليناها مع بعض، اتمنى تكون الدنيا اوضح، وان شاء الله هنحاول يبقى في تواصل بحيث ان لو حد عنده اسئله ممكن حتى اكتبها ككومنتس في الفيديو بحيث ان انا ممكن ابقى ارد عليها في اي وقت يعني. وأتمنى لكم التوفيق إن شاء الله. شكرا جزيلا.